مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من وشوشه. هنكون معاكم كل اسبوع ولمده ساعه هنتابع فيها احداث الفن من اخبار من تقارير فنيه من فيديوهات عصريه. طلعت على المسرح لابس ابيض 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 ومعلقين لي سحابه كده وطلع في دور سحابه. انا ما رحت لعند التمثيل، التمثيل هو اجى عندي. كنت مهتمة أن ناخد دور زي ده للمجهود وللرحلة اللي حصلت جواي. انفردنا بفيديوهات خاصة جدا من كواليس مسلسل كلبش، النجمة اللبنانية نور في حوار خاص لوشوشة. أدوار الشهر حلوة. حصريا كواليس مسلسل أبو عمر المصري، أتمنى تكونوا استمتعتوا. وشوشة الجمعة 17:00 مساء على النهار.